اهلا بيكو. دلوقتي احنا لسه مع بعض في ازاي نزود من سعادتنا. ولو تفتكر احنا ابتدينا الكلام بان السعادة مش في ان انت توصل للهدف، السعادة في ان انت تعمل حاجة ممكن تخليك تعيش في حالة اسعد في فترة محددة. خلاص، واتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت على two very powerful techniques اللي هم المنتال سيميوليشن البلاننج والريتن كوميتمنت، ان انت تكتب على ورقة او على الاجندة بتاعتك او ان انت تكتب اللي انت هتعمله. الحاجتين دول بيزودوا فرصة ان انت تعمل الحاجة، بيزودوها قوي، وبالتالي تقدر ان شاء الله تنفذها وتبقى اسعد. تعال معانا دلوقتي نتكلم على اسلوب حاجتين جداد، حاجتين تانيين هنتكلم عليهم في الفيديو ده والفيديو الجاي، ممكن يساعدونا في ان احنا نعيش حياة اسعد ان شاء الله. اول حاجة طبعا كالعادة هات حتة ورقة، وهات ورقة وهات معاها قلم واكتب عليها، وقف الفيديو واكتب خمس حاجات او اكتر او اقل حاسس ان انت سعيد او ان هما يعني نعمة من ربنا عليك. طبعا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن في نعم هتفتكرها، اللي تفتكره اكتبه، الحاجة اللي انت مبسوط بيها. ان انا الاسبوع اللي فات مثلا وفرت في بنزين العربية، ان انا ومراتي خرجنا وانبسطنا قوي لما قعدنا في الجنينة، انا الاسبوع اللي فات جات لي علاوة، انا الاسبوع اللي فات انبسطت علشان ولادي جابوا نتائج كويسة في الامتحانات. في طبعا مش هقولك في مليون حاجة، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقف الفيديو واختار على الاقل خمس حاجات من الحاجات اللي انت سعيد بيها ان ربنا رزقك بيها في خلال الاسبوع اللي فات ده. طيب كتبت الخمس حاجات، جم خمسة ولا ستة ولا تسعة؟ حلو، اللي كتبته كويس ايا ما كان، كتير او قليل مش ده المهم. تعال بقى تاني، معلش بقى انا عارف ان انا طماع، في ورقة في نفس الورقة اكتب حاجة حصلت لك امبارح على طول قريب، مش في خلال بقى الاسبوع اللي فات، امبارح بس. او لو انت بتتفرج على الفيديو ده اخر النهار، النهاردة الصبح، في خلال اليوم النهاردة اكتب حاجة واحدة على الاقل، اكيد في حاجة حصلت لك انت سعيد بيها وبتحمد عليها ربنا. وقف الفيديو واكتب حاجة واحدة وبعدين تعالى نتناقش مع بعض. طيب انت دلوقتي وقفت كتبت حاجات عملتها الاسبوع اللي فات، كتبت حاجة عملتها امبارح، هقول لك بقى على سر. ايه رأيك انك تخلي دي عادة يومية عندك، كل يوم تكتب على الاقل حاجة واحدة انت كنت مبسوط بيها في اليوم ده لو في اخر النهار، او امبارح لو انت لسه في اول النهار. ابتدي يومك احسن بان انت تقول الحمد لله على حاجة حصلت امبارح، حاجة واحدة بس. بعضنا بيعدي بمليون حاجة، وبعضنا بينسى النعم الكتير اللي على اللي ربنا بعتها له. يعني لو امبارح مثلا كان يوم اخر كركب العربيه الكاوتش نام، وبعدين ما لقيتش ما عرفتش تنفخه، وتاخرت على الشغل، وعلشان اتاخرت على الشغل فوتت الميتنج، ولما فوتت الميتنج ما خدتش الشغلانه اللي كنت عايز تاخدها، وبعدين روحت ما لقيتش غدا واتخانقت مع مراتك، وبعدين بالليل الكهرباء اتقطعت ما عرفتش اتفرج على التلفزيون، وكل ده حصل لك في يوم واحد. لكن ربنا كان مديك الصحة ان انت تعدي في اليوم ده ولا لا؟ ربنا حافظ لك على بصرك، وحافظ لك على قدرتك على ان انت تعدي في اليوم ده من غير ما تتأذي ولا لا؟ في ناس بتعدي مشاكل وتقلب على المستشفى. يبقى دايما في حاجة ممكن تقول عليها الحمد لله، حاجة واحدة بس، واحدة بس، واحدة بس، كل يوم اكتبها. طيب ايه ده اللي احنا عملناه؟ احنا بنربي جوانا الجراتيتيود اتيتيود.
وهنا انا كاتب الحمد لله بالعربي وكاتب الجراتيتيود اتيتيود بالانجليزي، لان الجراتيتيود اتيتيود ده بروفن بالتجارب ان الناس اللي بتمارس العادة دي بشكل يومي او على الاقل 3 مرات اسبوعيا، ان هو يكتب الحاجة اللي هو شاكر ليها بيحس بحلقة اسعد. مجرد ان انت تقول الحمد لله على نعمة من النعم اللي ربنا اداها لك هتحس بان انت اسعد. It's extremely powerful. Extremely powerful. دايما طلع حاجة واكتبها. خلاص؟ وبرضو ما تنساش حاجة مهمة جدا جدا جدا. سمايل. نوقف الفيديو دلوقتي، عندنا فيديو اللي بعديه هنكمل فيه تكنيك تاني نتعلمه مع بعض علشان نزود احساسنا بالسعادة. ارجو انك تكون النصايح اللي بناخدها دلوقتي دي بتفيدك وبتمارسها، وان شاء الله يزيد احساسك بالسعادة دايما.